احبس المفركبي دخل واحد عشان نفتك شكرا بسم الله طلع بسم الله بنادم ما مدا ونشوفوا الاجواء ديال رمضان ان شاء الله قبل الفطور سو مرحبا بكم في هاد لا فيديو هذا هو البلان كاين انا في الفيروج اصاحبي السخونية طلعت النص نحاولوا ندوزوا من الاحياء الشعبية ونشوفوا شنو طاي فيها تبان معنا شنو في الفيديو تبان معنا في الفيديو الله حبيبي مرحبا كان غيمشي الميساج اللي بغيت نوصل الدراري في هاد لا فيديو هو حضيو راسكم حضيو راسكم في هاد السوايع ديال قبل الفطور كيكسروا الله يستر لي زاكسيدون بنادم مزروب دونك ملي تخرج في هاد الساعة ديما كون حاضي راسك وحدين دابزين حتى هما بنادم خصو يشعل وصافي والله على صبا والله على صباط
قديم بالبلا هنا. يا الصين يا الله صح. الله يلا لعبوني وحق الله. قالك يحيدوا الناس دوك الفراشه جو بونس. هما لي باش كيبداو من دابا. ولو مزيان القضيه مازال قبل رمضان كنا المهم ما لقطات كنخرجوا وات سعود كنتعطلوا شويه ما كانوش باصات بحال هكا مي دابا مزيان القضيه سي با غاز نجلسوا في الدار. وهنا واحد الجو يا سلام قدام البحر سلاح شوية مطر سخن وسط السحاب عام باجة داك الشيء اللي قلت لهم ولا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديو قبل الفطور في رمضان راه مقلحو ليكم ان شاء الله. ما تنساوش تخليو ليا راي ديالكم في لي كومونتير ونحاول نبقى ندير لكم فيديوهات بحال هكا في رمضان. دابا خرجو نصورو هاد لا فيديو بحال هكا رمضان فهمتيني غنشوف ليها مازال غنشوف ليها وقيتها فقط غنبقى اللوحة نقدر كاع اللوحة حتى ثلاثة الفيديوهات في السيمانة مكاينش مشكل. لا غنشوف لهم غير وقيتها ديالهم ونعلمكم سوغ انستغرام. المهم ديجا ملي تكونوا دابا كتفرجوا غنكون علمتكم على الساعة اللي غيتلاح فيها هذا هو البلان. واحد الجو يا سلام السحاب اللهم بارك. قولوا لي بصحة قديت الكاسك بواحد السيون جديد ما عرفتش واش يبان ليكم. المهم الفيزيير ولات في النوار وعاد زدتها بواحد واحد الكرينات في الكاسك واحد السيون زويون ما عرفتش واش يبان. المهم جا داكشي زاز لوز دابا بداش كتخوى القضية. جي في الانتيردي و بزاف كيسيني العطيطة غير هاهاهاها
بنان ما يبغى يجيب الفطور باش ما كان وصافي نضيع بزاف اي حاجه. واحد انت يا ديال عاوتاني ويلي ويلي غادي في الانتيردي وكيشيه وما شايفش كاع قدامو. شوف ما عاد زيد شوية وصل المدينة القديمة ديال الرباط. هادي المدينة القديمة ديال الرباط بالنسبة للناس اللي مع عمرهم زاروا الرباط. نحن نتواجد بمدينة الرباط القديمة. ايوا هذا عاد بغا يهبط. جو يا سلام بونس قرب اذن غيكون مازال شي دقيقه بحال هكاك. انشو مو باج ما فيه حتى شي واحد كلشي مشى يفطر صافي. دونك قرب اذن سو حتى لهنايا غنكونوا وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم وما تخلوش علينا بشي جيم ديروا لايك وتابوناو بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناو وشي كومونتير زوين حقنا. وبالنسبه للناس اللي مازال ما ابونيش عندي في كونت انستغرام يدخلوا يتابوناو مرحبا بكم تشو 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 تشوز تشو.